اهلا وسهلا بحضراتكم في اول فيديو لشرح برنامج الافتر افكتس. شرحه لحد احتراف ان شاء الله باذن الله، وازاي تستخدمه في صنع الحاجات اللي نقدر نشوفها في الاعلانات، سواء بقى كان فيها شوية خدع او في الافلام خدع سينمائية، او صناعة الموشن جرافيكس عن طريق اللي هي الفيديوهات الدعائية زي بتاعة القنوات سي بي سي اون تي في الى اخره. يعني طبعا انا مش هبتدي هنا بشرح ازاي نسطبه، خلي السيت اب وخلي التعرف على البرنامج هي اخر حاجه هشرحها. انا هبتدي على طول في الشرح التقني بتاعه، شرح الادوبي افتر افكتس. طبعا ادوبي افتر افكتس اللي اسمع عنه هو برنامج متخصص لصنع السينما، صنع الخدع السينمائيه، صنع الخدع البصرية، الحاجات اللي بتشوفها وتهيألك إن هي فعلا حقيقية، سواء كان راجل بيطير، واحد بيتكلم وحواليه خلفية متحركة، واتيفر، حاجات كتير جدا، الشخص اللي بيشتعل، الكلام ده كله. فهو برنامج متخصص في الحاجات دي كلها، بالإجانب إلى أو جانب تخصصه في إتقان جميع أنواع الفنون السينمائية. يعني سواء بقى كان مكساج صوت، والله التعديل على الصوت، بحط ديزاين معين ابدا احركه واحوله 3D، اعمل منه اعلان، كل هذه الحاجات اللي بتستخدم في صناعة الفن السينمائي او صناعة الفن عموما في العالم كله. طبعا ادوبي افتر افكتس سي اس 5 هو برنامج اصدار واحد بس، 64 بت، 64 بت، يعني بيشتغل بس على ويندوز 64 بت. طبعا هبتدي في شرح النهارده، هو تقريبا شبه سي اس 4، مختلف في بعض الحاجات بس قليله. انا هبتدي بيه بشرح الحاجات الاساسيه فيه، وازاي في الاخر اطلع عمل كويس يكون شكله حلو باذن الله. طبعا المحاضرات هتتم بشكل مختلف شويه، ان انا ما هشرح في كل فيديو تقنيه معينه، تقنيه مثلا للتحريك او تقنيه معينه لصناعه الفيديو، هي ليها ان شاء الله محاضرتين تطبيق او محاضره واحده على حسب الدرس اللي شرحته اول مره، هيبقوا تطبيق بس بشكل معقد. يعني احنا النهارده هناخد تحريك الصور مثلا من الشمال لليمين او اليمين للشمال مع المكونات الاساسيه للبرنامج. في التطبيق، اول تطبيق ان شاء الله بدل ما يبقوا صوره واحده يبقوا صورتين، ثلاثه، اربعه، خمسه. التطبيق الثاني يبقوا 30 40 50 صوره، ونشوف ازاي نبدا نتعامل مع كل الافكتات دي. تمام، تعالوا نبتدي باول محاضره كده. انتوا زي ما انتوا شايفين كده، اول ما فتحنا البرنامج بيظهر لكم النافذه ديت. طبعا تعالوا بس نتعرف كده على النوافذ في الاول. احنا عندنا هنا نافذه اسمها بروجكت او ويندو اسمها بروجكت، النافذه اللي جنبها اسمها افكت كنترول، تحت في واحده اسمها نان، هي الى الان اسمها نان، يعني اسمها غير، جنبها اسمها روندر كيو، في هنا كومبوزيشن، في هنا الانفو، الاوديو، البريفيو، كل النوافذ دي كلها. نافذه البروجكت ديت هي بالظبط هي المكان اللي بحط فيه الداتا بتاعتي اللي بستدعيها للذاكرة العشوائية أو الذاكرة المؤقتة للبرنامج، بستدعيهم هنا وأبدأ أخد منهم أشوف هعدل في إيه وأعمل إيه. يعني بالظبط ديت كده عاملة زي وعاء مؤقت للبيانات بتاعتي، أحط فيها كل البيانات اللي أنا عايزها مؤقتا وأبدأ أسحبها هنا وأشتغل عليها وأحفظ زي ما أنا عايز، وفي الآخر أبدأ أحفظ الفيديو يبقى خلاص كل البيانات اللي هنا تروح، إن هي خلاص أنا قفلت البرنامج وانتهت. أما أجي أفتح المشروع تاني بتبدأ البيانات ترجع لي تاني في نفس الوعاء دوت اللي هو اسمه بروجكت. تمام، طيب تحت طبعا ده يمكن اللي اتعامل منكم مع فيديوهات قبل كده او اتعامل مع اي برنامج اديتنج او تحرير، هيلاقي ان في حاجه اسمها تايم لاين، حتى في الفوتوشوب موجود تايم لاين. التايم لاين دوت هو بالظبط هو الوقت او الزمن اللي انا ببدأ احرك فيه الافكت بتاعي. طيب انا عايز اديكم هنا مثال برنامج الافتر افكتس، اكتر ما يميزه انه يقدر يحرك لك الافكتات في اربع ابعاد متكامله. اربع ابعاد ازاي؟ احنا عارفين ان هم ثلاث ابعاد دايما، اكس واي وزد. اي برنامج تاني زي برنامج السايبر لينك باور دايركتور او وات ايفر، البرامج اللي هي المونتاج العاديه ديت، بتحرك لك اي افكت في ثلاث ابعاد، اكس واي والزمن. يعني انا ممكن اخلي التكست بتاعي، لو هنفترض ان مؤشر الماوس دوت هو التكست بتاعي او الكلمه بتاعتي اللي عايز احركها، فانا بحركها كده كده، طبعا بحركها في احداثيات اكس وواي، وفي نفس الوقت مع الزمن، الزمن بيمشي مثلا ثانيه 2 3 4 5 والكلمه عماله تمشي، فهنا حركتها في ثلاث ابعاد.
الافتر افكتس اكثر حاجه تميزه. طبعا دي مش اكثر حاجه، يعني هو فيه مميزات كتيره جدا يكاد لا يكون فيه عيوب. يعني ان هو بيحرك الحاجات في 4 ابعاد، اكس واي وزد زائد الزمن او التي. تمام، طبعا كل الكلام ده هيبان اكتر مع شغلنا. طيب تعالوا بينا كده نبص بقى، احنا قلنا دوت الكومبوزيشن دوت بالظبط كده، انتوا عارفين شبه وعاء، هو دوت قلنا وعاء بنحط فيه الداتا المؤقته بتاعتنا، دوت وعاء تاني بنشوف عليه نتيجه الطبخه بتاعتنا او نتيجه الشغل بتاعنا بيبان هنا ازاي. يعني انا حطيت مثلا هنا صوره وسحبتها حطيتها هنا في التايم لاين او في خط الزمن، اجي ابص هنا بيبان لي ايه بقى؟ انا مش عارف، فبيبدا يبان لي انا طبقت ايه، طبقت انهي افكت، سحبت انهي افكت. الكلام ده عندنا في ده هنا اسمها انفو، دي مش هنحتاجها دلوقتي، هنحتاجها قدام ان شاء الله. دي ببساطه بتجيب لك احداثيات كل نقطه انت بتتحرك عليها، زي ما انتم شايفين اكس واي احداثيتها بتتغير. طبعا نسبه الريد، اللون الريد، اللون الاحمر، واللون الجرين، واللون البلو موجود فيها قد ايه. طبعا ده هتفيدنا قوي قوي في الكروما، يعني في التعامل مع الكروما. طيب الاوديو، الصوت طبعا ده يعني معروفه، مدى قوه الصوت والكلام ده كله، كام ديسيبل، ده هنعرفه برضه ان شاء الله في مكسجه الصوت. والبريفيو دوت عشان لو خلصت العمل بتاعك وعايز تشغله عشان تشوف هو نظامه ايه بالظبط معاك. هتلاقوا تحت قائمه اسمها افكتس اند بريسيتس. افكتس اند بريسيتس هي بالاخر الفلاتر اللي انا ببدا استخدمها جوه البرنامج، بغض النظر عن الحاجات الغريبه اللي ممكن تلاقوها هنا جوه. هتلاقوا تحت قائمه اسمها بينت، ودي هنحتاجها قدام، والتريكر ديت برضه هنحتاجها قدام مش دلوقتي. طبعا انا مش بلجا للشرح التقليدي اللي هو يقعد يشرح لك قوائم البرنامج ويقفل، والتانيه يقعد يشرح لك قائمه فايل بتعمل ايه وقائمه الايديت بتعمل ايه. دوت شرح يعني قد يكون عقيم اذا ما كانش كده فعلا. انا بلجأ للتطبيق العملي على طول. تعالوا كده نشتغل، نبدا نعمل. انا عايز هنا، انا قلت هنا دوت الوعاء اللي بحط فيه الداتا بتاعتي او البيانات بتاعتي المؤقته اللي هشتغل عليها في البرنامج. طيب عايز ابدا احط كل حاجه عشان نبقى عارفين البيانات هنا تنحط في حاجه اسمها كومبوزيشنز. كومبوزيشن يعني زي كده ملف بيجمع جميع انواع البيانات جواه. يعني ممكن اعمل فيديو طويل قوي في الاخر احفظه باسم كومبوزيشن واحد، وليكن مثلا جرافيكس انجينير. تمام، وابدا اعمله رندر بعد كده. الكومبوزيشن دوت هو بيلم لي كل الحاجات دي، فانا عايز اعمل كومبوزيشن جديد، فهم كليك يمين واختار. طبعا كليك يمين اول ما يبان لي المربع الاصفر ده واقول له نيو كومبوزيشن، واكتب هنا اسم الكومبوزيشن بتاعي وليكن جرافيكس انجينير. تمام، طيب بنختار هنا الجودة. طبعا مش عايز اتكلم في حوار الجودة دلوقتي لان الجودات كتيرة قوي وانواعها كتيرة قوي. طبعا انا بشتغل بالتقنية دي اللي هي اتش دي 1280 بكسل في 720 بكسل. مش هنقول ليه دلوقتي، خلوا برضو فيديو شرح الجودات ده بعدين. المهم ناخد اكبر كم متقن او بشكل متقن في البرنامج، وبعد كده ان شاء الله نبدأ نرجع بقى للتفاصيل اللي هي بتفرق ديزاينر عن التاني، او بتفرق دايركتور لسين معين عن التاني. تمام، طيب بنقول له طبعا بلاك وريزوليوشن فول، نقول له اوكي. طيب كويس قوي كده جالنا الكومبوزيشن، والتايم لاين خد الزمن بتاعنا اللي كنا محددينه، اللي هو كان لو خدتوا بالكم كان ثانيتين تقريبا يعني. نقول له اوكي، خلاص كده جالي في التايم لاين كل حاجه تمام. طيب عايز اسحب بقى البيانات بتاعتي اللي انا هحطها جوه الكومبوزيشن عشان ابدا اعدل عليها. هندوس قدامنا حلين، يا اما كليك يمين ونختار امبورت ونختار فايل، يا اما ملتبلاي فايلز لو احنا هندخل اكتر من ملف. تمام، يا اما على طول نختار كليكتين ويبدا يبان لي كل الكلام اللي قدامي اللي انا عايز انزله. يبقى تاني يا اما كليك يمين امبورت واختار ده او ده، الحاجات دي سيبوها سيبكم منها دلوقتي، يا اما كليكتين على طول يبدا يظهر لي الحاجه اللي انا عايز ادخلها. طيب تعالوا بينا كده ندخل. طبعا هو فتح عندي الفولدر الديفولت او اخر فولدر مفتوح، فانا هنختار مثلا دوت الصورة ديت انا فتحتها. طيب انا دلوقتي عملت لود للصورة، حتى انا بشوفها هنا الصورة. طب الصورة مش باينة لي هنا ليه؟ لانها لسه ما سحبتهاش في الكومبوزيشن اللي هو التايم لاين بتاعه دقيقتين. فاروح جاي ماسكها كده ساحبها حاططها في التايم لاين تبدا تظهر لي. يبقى ده هيبقى شكل الفيديو بتاعي لمدة دقيقتين، الصورة ثابتة اهي، الصورة ثابتة طول الدقيقتين وخلص الفيديو على كده. طيب الى كده لحد ما عملنا اول خطوة. طيب تعالوا كده عايزين نخلي الصورة ديت تيجي من الشمال لليمين وهي جاية ناحية اليمين تبدأ تختفي. الأول أنا عايز أفهمكم كام حاجة كده. أي أوبجكت أنا بحطه هنا في الأفتر إفكت بيديني ليه مجموعة من الخصائص. الخصائص ديت هي عبارة عن الأنكر بوينت، البوزيشن، السكيل، الروتيت،
الاوباستي. تمام. طبعا في حاجات اكتر بس دي يمكن حاجات المانلي او حاجات الديفولت اللي احنا بنستخدمها او مش اللي بنستخدمها انا اسف، اللي تبقى موجوده مع اي اوبجكت ايا كان نوعه، سواء بقى كان صوره زي اللي انا حاططها ديت، سواء كان ملف بي اس دي فوتوشوب، ملف اي بي اس الستريتور، ملف بريمير مشروع بريمير ادوبي بريمير وات ايفر، اي حاجه بحطها هنا بيديني الخصائص دي. طب احنا بنعمل ايه هنا؟ انا عايز اديكم مثال بسيط. احنا لو عندنا طبعا انا مش مكانش محضر سامبل معايا دلوقتي، بس انتوا لو جيتوا تخيلوا معايا ان الصوره دي جايه من الشمال لليمين، يعني هي في الاصل كانت هنا تمام في بدايه الفيديو، وجت مثلا عند ثانيه 30 فجاه لقيتها هنا اتحركت لحد نص الشاشه، وعند ثانيه 45 جت هنا وبعد كده بدات تختفي. يبقى تتوقع ازاي ده حصل؟ يبقى انا قلت له ان انت من اول ثانيه، طبعا عشان ما حطيتش كي فريمات فتلاقيها ما بتتحركش، من اول ثانيه انا عايزك تكون واخد وضع افتراضي اللي هو هنا، وعند الثانيه الرابعه مثلا يعني عايزك تكون وصلت لغايه الوضع دوت، حلو وسجل عندك. وبعد كده عند الثانيه الثامنه عايزك تكون وصلت للوضع دوت، وبعد ما توصل للوضع دوت تبدا قبله بشويه وانت جاي ناحيته كده تبدا تخفي لي الصوره. تمام. طيب ايه اللي بيخزن لي الاوضاع ديت؟ يعني انا هنا ما اتخزنتش، انا هنا بقول كده بقول عند الثانيه الرابعه يكون وصل في النص، ليه ما اتخزنتش؟ لو جيت ارجع هلاقيها ما رجعتش للوضع اللي انا حاطه فيها. اللي بيخزن لي الاوضاع ديت في برنامج حاجه اسمها الكي فريمز. طبعا دي موال كبير قوي بس خلينا ناخدها بشكل مبسط، ان هي شبه نقطه كده او حسنه بتخزن فيها المكان او القيمه اللي احنا بنشتغل عليها، سواء كده بقى ديت كانت بوزيشن، يعني انا دلوقتي بتحرك في خصائص اسمها البوزيشن، يا اما بتحرك في خاصيه اسمها الروتيت او السكيل الحجم بتاعي وات ايفر. تمام. طيب خلونا كده ناخد اول حاجه افتراضيه، ازاي نظهر الخصائص دي؟ هتلاقي جنب اللاير هتلاقي فيه السهم او مثلث مقلوب كده موجود بجنبه، ندوس عليه هيفتح لي تاب اسمها ترانسفورم، نبدا ندوس برده على السهم دوت يظهر لي كل الخصائص اللي انا قلت عليها، انكر بوينت، البوزيشن، السكيل، الروتيشن، الاوباستي. طيب ايه هي الانكر بوينت؟ انكر بوينت بالظبط يا جماعه هي نقطه الارتكاز او محور الارتكاز. يعني تعالوا اقول لكم على حاجه، لو الصوره ديت محور ارتكازها انا هفترض مثلا ان هو موجود في النقطه دي، انا اسف انا بدوس مرتين، لا هو موجود عند النقطه ديت الزاويه دي. تمام. وقلت لكم خلي الصوره تلف، خلي انا اسف خلي الصوره تلف معايا، فالصوره هنا هتلف حوالين انهي محور ارتكاز؟ طبعا ده، فهتلاقي الصورة بكل جسمها بتيجي كده. تمام. يعني بتلف حوالين المركز دوت. طب لو قلت لك خليه مركز الاتزان او مركز الارتكاز او اسف محور الارتكاز بحطه في النص، تبدأ الصورة كلها تلف حوالين المحور دوت. طيب ديت بتفيدني في ايه؟ ديت بتفيدني لما اجي اعمل روتيشن او دوران للصورة بتاعتي، هي دلوقتي بتلف حوالين المحور الاصلي بتاعها اللي هو هنا اللي هي نقطة الارتكاز. طيب تعالوا بينا كده بقى نشوف ازاي نبدأ نعدل في الخصائص ديت. طيب انا عشان اعدل اي خصائص من ديت لازم افعل حاجة هنا اسمها الكي فريم او الكي فريمات. طيب تعالوا نبتدي كده مثلا بالاوباستي. الاوباستي معناها هي مدى الشفافية للاوبجكت اللي قدامي، زي ما احنا عارفين اي فيديو ما بتديش قفش كده على طول، يبدأ لك بالصورة، يبدأ لك بعملية اسمها فيد ان، تبدأ الصورة مختفية مختفية، تبدأ تظهر بالراحة جدا. تمام. طيب انا هنا عايز افعل الكي فريم بتاعت الاوباستي، فهدوس على الساعة ديت ويبدأ يظهر لي زي نقطة هنا كده. تمام. النقطة ديت بحط فيها الانيشال فاليو بتاعتي اللي هي هتكون صفر، يبقى انا اديت قيمة للاوباستي اللي هي الشفافية بتاعت الاوبجكت بتاعتي عند الثانية صفر ان قيمتها كام؟ 0%. وقلت لها عند الثانية التانية، الثانية التانية بتاعتي عايزك تفضلي صفر زي ما انت، يبقى انا اجي هنا واحط كي فريم من اللي هي بين السهمين دولت، يبقى انا كده اديت لها كي فريم تانية او نقطة تانية بنفس القيمة اللي قبل ديت على طول. طيب انا عايز زمن النمو بتاعي او زمن الظهور بتاعي يكون بطيء. تمام. تعالوا في الاول كده في علاقة رياضية هنقولها دلوقتي بنحسب منها، بس تعالوا نمسك الحالة الديفولت بتاعتي. انا مثلا عايز تظهر عن كان هي خلاص لحد الثانية التانية هي مختفية، ولحد الثانية الرابعة عايزة تبدأ تظهر بقى، يعني في نهاية الثانية الرابعة كده لحد نهاية الثانية الرابعة تكون خلاص ديت كاملة الظهور، الأوبجكت بتاعي يكون ظهر تماما. فباجي هنا بحط كي فريم تاني، طبعا هيديها لي قيمة بصفر، فأقول له لا أنا عايز ديت بقى قيمتها ب100.
يمشي نلاقي هنا لحد الثانية التانية هي قيمة صفر، من بعد الثانية التانية لحد الثانية الرابعة تبدأ تظهر بالراحة 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 لحد ما يديني التأثير اللي انتوا شايفينه الجميل ده. تمام. طيب هنا انا عايز ابسطها لكم، لان احيانا بتيجي تعمل شغل وتيجي تسلمه لحد معين او شركة معينة يقول لك انا مش عاجبني طريقة الدخلة، الدخلة سريعة جدا، او اسف الدخلة بطيئة جدا، عايز اسرع من كده. فبتقعد تتلخبط، طب هي بطيئة انا المفروض ايه يعني اصرحها يعني اعمل ايه؟ بص احنا خدنا زمان ان السرعة بتساوي ايه؟ المسافة على الزمن، صح؟ طيب العلاقة اللي كنا بناخدها في الفيزياء دي الله يرحمها يعني. طيب السرعة عندي بتساوي المسافة على الزمن. طيب يبقى انا عشان اقلل السرعة، او اسف انا هنا عايز ازود السرعة، لو انا عايز ازود السرعة بتاعتي يعني، تعالوا كده بس في برنامج الرسام عشان نعرف نتكلم بوضوح. طيب ال v بتساوي اكس على التي. طيب انا علشان ازود ال v بتاعتي، فاكرين الحكاية ديت، يا اما نقلل التي يا اما نرفع المسافة، نزود المسافة مع ثبوت التي، صح؟ طيب تعالوا نبص كده وافتكروا الحكاية دي كويس. انا هنا هل هنا عندي مسافة؟ انا ما عنديش مسافة، انا اساسا انا عندي افكت بيتطبق، ما هوش مسافة الى حد ما، انما اللي ممكن العب فيه هو الزمن، صح؟ يبقى انا لو قللت الزمن بتاعي هرفع السرعه بتاعه الافكت بتاعتي، صح؟ يبقى انا اجي هنا كده واقول له بدل ما هو ثانيتين بياخد ثانيتين، هو زمن النمو بتاعي بياخد ثانيتين كاملين، ده انا عايزهم ثانيه واحده، ونجيب الكي فريم فين. تمام. طبعا كده هيبقى اسرع بكتير وهيكون شكله الطف. تمام. طيب العلاقه دي بتطبق طبعا على اي افكت احنا بنستخدمه جوه الافتر افكت. طيب عملنا كده، طيب لسه ما غيرناش البوزيشن بتاعنا، احنا عايزين المكان. طيب البوزيشن عشان نستريح احنا بنيجي طبعا عند النقطة ديت او عند البروبرتي ديت، وابدأ ادوس على الكي فريم ده. بس قبل ما ادوس عليها عايز اقول لكم على حاجة، في بعض الحاجات اللي بتفرق ما بين ديزاينر وبين التاني. يعني انا ممكن اخلي بعد ما الصورة تظهر اخليها تبدأ تتحرك، طبعا في الحالة دي تكون سو ويرد جدا يعني، هتكون غريبة بشكل فظيع يعني. تخيل كده انت بادئ حاجة فيديو ماشية 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 بعد كده تبدأ تتحرك من هنا، فطبعا بيكون الشكل بتاعها غريب شوية، إلا لو كنت تقصد كده الحاجة هتطلعها بشكل جمالي بعد شوية. أما هو الأصل إن أنت بتعمل حاجة اسمها تشابك الإفكات، أو إنك بتلحم الإفكتات كلها في بعضها. تمام. فأنا لو عايز أفعل نقطة البوزيشن فبدوس هنا على الكي فريم، طبعا هي واخدة وضع ديفولت اللي هو إيه الوضع الديفولت اللي هو المكان اللي الصورة فيه. طيب حاجة كده هقولها لكم في سركم ومتسألونيش ليه دلوقتي، هتعرفوها قدام إن شاء الله. احنا لما بنيجي نفعل البوزيشن بنفعل معاه كمان انكر بوينت، ودي حاجه هنعرفها قدام ان شاء الله. تمام. طيب انا فعلت خلاص تقريبا البوزيشن اهو، هما الاثنين مع بعض، بس عايز اديها الوضع الديفولت بتاعها. ما تجيش تلعب لي هنا في القيم وتقول لي مثلا كده، كده انت هتتلخبط، انت معلش مش ممكن ما تعرفش الاحداثيات دي بتودي لفين، او مش متداركها قوي اكس واي وكده. فاحنا احسن حاجه بتخلي المؤشر بتاعك اللي هو الخط الاحمر دوت في منتصف الكي فريم بالظبط، وخلي بالكم انا بقول لكم في منتصف الكي فريم بالظبط، هو لو مش في منتصف الكي فريم هيعمل لك كي فريم يعني. بصوا انا لو جيت مثلا اقول له كي فريم، مثلا انا جيت حطيته كده على الكي فريم، هو مش في المنتصف بتاع الكي فريم بتاعتي، صح؟ طيب لو جيت ادي له قيمه تانية هيعمل لي كمان كي فريم، فيصبح عندي كده حركه غبيه جدا يعني. لو جينا نزوم اكتر في التايم لاين هتلاقوا في عندنا 2 كي فريم، طبعا احنا مش عايزين كده. فاحنا بنخلي الخط بتاعنا في منتصف الكي فريم بالظبط. تمام. وابدا اديله الوضع الانيشال بتاعه ان انا احرك الصوره، اخلي الوضع الديفولت بتاعها يا اما كده، لاحظوا ان القيمه اللي عندي هنا بتتغير، يعني القيمه دي اتغيرت اهي، بتتغير معايا حسب الوضع الديفولت اللي انا عايز الصوره فيه. فانا عايز الصوره هنا مثلا. طبعا عايز اقول لكم على حاجه، الصوره اساسا كانت هنا وانا بسحبها في اليمين، ممكن ايديا تطلعها فوق او تحت، انا ازاي احافظ انها تمشي في خط مستقيم لو انا عايزها تمشي في خط مستقيم، تيجي لي كده بشكل مستقيم، بدل من ان انا اجيبها كده وارجع اديها قيمه تانية هنا كده مثلا، اخليها كده وانا قدام مش عارف اظبط، هتلاقي الصوره بتتحرك ازاي، تلاقيها جايه كده بخط غير مستقيم. فانا لا، انا اجي هنا من الاول القيمه الانيشال بتاعتي هي اصلا كانت هنا، صح؟ ابدا ادوس على زرار الشيفت وانا بحرك، يعني وانا بحرك ادوس على زرار الشيفت، ابص وانا بحرك ايدي فوق وتحت، بس هي ماشيه ملتزمه معايا خط مستقيم واحد اهو. تمام. اجي عند الكي فريم التانية اللي هي ديت، اقول لها لا انت كنت هنا، طبعا يعني هي المفروض ان انا احذف الكي فريم دي عشان اعمل واحده جديده، واقول لها اجي اسحب برضو ادوس على الشيفت فتجيلي. طبعا هي كده ماشيه في خط مستقيم، هي
يظهر لي الصورة بالشكل ده. تمام. دوت الى حد ما كان اول افكتات. تمام، تعالوا كده نكمل بقية الافكتات ونشوف ازاي ممكن ننهي الفيديو بتاعنا. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده. احنا خلاص طبقنا بتاعت البوزيشن، تعالوا بقى نطبق السكيلينج والروتيشن. تمام. طيب السكيلينج، انا لو حاطط مثلا كي فريم من هنا، طبعا انا بس انا بعتذر عن حاجه ان انا بقول بشكل براكتيكال اكتر، فعايز الناس لو اسلوب شرحي مثلا عالي شويه ممكن الناس تنبه لي، فانا اهدي خالص عشان انا بس بقول كي فريمات وما شرحتش ايه هي الكي فريمات باستفاضه. فلو رتم شرحي عالي شويه او سريع جدا ممكن الناس تقول لي اهدي شويه في رتم الشرح بتاعي. تمام. تعالوا هنا، خلاص هي الصورة هنا بدأت تظهر. طيب طبعا هي كلمسة جمالية هنا أنا كمصمم يعني، فأنا هرجح إن الأوباستي تبدأ تكون لسه مختفية بحيث إن الصورة تكون تبدأ تظهر، تبدأ يبان في الفيديو بتاعي إن في حاجة اسمها فيد إن، يبدأ يبان. ويا سلام لو قللتها أكتر يعني، أو أبعدهم هما الاتنين، أحركهم كده الثانية التالتة، تبدأ يبان عندي الفيد إن، بالتالي كده لمسة جمالية أكتر يعني. وهي لسه بتتحرك عايز يحصل لها روتيشن. تمام. او سكيلينج، السكيلينج اللي هو الريسايز، انا بغير حجم الصوره بتاعتي. تمام. فهاجي هنا طبعا انا عايزها من امتى؟ انا عايز اعمل هنا تلاحم افكات، يعني قبل ما افكت، يعني لو تلاحظوا هنا قبل ما افكت البوزيشن يخلص اكون حاطط افكت تاني. طبعا هو ده مش لازم بس في اغلب الاحيان عشان يديك لمسه الجماليه المطلوبه، فبحط افكت تاني هنا. تمام، عشان يبدا ياثر معايا والعين ما تلمحش يعني الحركه اللي في النص او الفصل اللي ممكن تحصل في النص. تمام. طبعا انا اسف بس ان انا بفصل الفيديو كتير، بس دايما بعمل بوز يعني، بس معلش عشان تليفوني بيرن وشويه نويز كده مالناش دعوه بيها يعني. فخلاص احنا اتفقنا هنا ان احنا هنعمل تلاحم افكتات، فانا عشان اشغل خاصيه السكيلينج فبشكل ألذ يعني، دي نصيحه مني انا كمصمم يعني، تعالى في الاخر كده وفعل الكي فريم، يعني ما تخليهاش بعد ما الترانزيشن او بعد ما البوزيشن يحصل تروح جاي عامل سكيلينج، الا اذا كنت قاصد تعمل كده، انت ليك هدف من الحركه دي وهتثبتها في الفيديو كله وهتعمل افكت عليها وهتشتغل. اما كفيديو عادي كصوره بستخدم صوره واحده عشان اطلع حاجه محترمه، حاجه فيديو لذيذ شكله حلو، فانا بقول لك خليها في الافضل تكون كده. تمام. طبعا عايزين نكبر دي شويه. تمام، خليها مثلا كده وهي جايه كده، ابدا اعمل لها سكيلينج اديها قيمه. طيب القيمه دي عندي كام؟ الصوره كده السايز بتاعها 100% يعني بالفول كواليتي بتاعتها هي كده صغيره. طيب قدامك حلين عشان تعمل ريسايزنج، يا اما تريح دماغك وتيجي عند الزمن اللي انت عايزه وتعمل تغير في القيمه دي، يا اما تكبرها هي ماشيه معاك عماله تكبر، يا اما تصغرها برضو من هنا على حسب زي ما انت عايز بالظبط. تمام. يا اما في حل تاني، طبعا شفتوا ان انا ما جيتش هنا على منتصف الكي فريم، فطبعا حصل خطأ عندي زي ما انتوا شفتوا كده. يا اما تيجي حل اسهل، انا باجي من الاسهم اللي جنب، يعني انا ثواني استأذنكم لو هقلل بس من هنا الاول عشان تبان قدام حضراتكم. طبعا انا كده لفتها خالص. تمام. لو هي كده، يا اما اجي عند احد المربعات دي اللي هي حوالين الصورة اللي هي الفريمات او الفريم بتاع الصوره بتاعتي، اسحب منه اكتر. بس لو تلاحظوا الصوره معايا شايفين، ممكن اسحبها ايديا ما تكونش مظبوطه فتنضغط كده. تمام. او اسحبها مثلا كده، ف طبعا اسف بقى كابوزيشن، بسحبها كده فتنضغط معايا. تمام. انا لما اجي اسحبها من اي مربع من دولك لازم ادوس على زرار الشيفت عشان احافظ على نسبه ابعادها. بصوا هي كده مضغوطه، اول ما ادوس على الشيفت تلاقي نسبه الابعاد بقت تمام. تمام. دي كخاصية السكيلينج. طبعا انا كواحد يعني مش محتاجها خالص، لازم نخليها كوضع ديفولت. انا بقول لكم ازاي ممكن تتطبق. تمام. طب وننهي الكي فريم بتاعي. طيب لو تلاحظوا حاجة، لو انا جيت هنا مثلا ورحت مثلا خلاص انا هحفظ الفيديو عند الثانية السابعة، خلاص الصورة اتحركت وتمام. لو جيت في الاخر رجعت الصورة فلتت مني وحركتها، هتلاقي هو حاطط لك كي فريم في البوزيشن. ليه حاطط لك كي فريم في البوزيشن؟ لان انت فاتح له، بتقول للجهاز دلوقتي، تقول له سجل لي كل حركات الصوره اللي انا هحركها في الورك بليس بتاعتي. فانا محتاج احركها هنا، وجيت هنا محتاج اعملها كده،
جيت انا عملتها شايفين، حتى عمل لك مسار للحركة او بيسموه باص، باص اوف موفمنت يعني، شايفين هي هتتحرك كده. انا بص بقى كده اهي، انا مش واخد بالي تلاقي الصورة تتحرك معاك بالشكل ده، تمام. هي انا هخلي الحركة زي ما هي كده، ايه خلاص فلتت مني وجت كده، فخلاص انا مش يعني مش هسيب الفيديو بتاعي، ومش مش هحذف كل اللي عملته. طبعا ممكن احذف الفريمات والموضوع ينتهي، بس انا هاجي هنا على طول فوق بسطي، واجي هنا وانهي واقول 0%. طبعا اظن مفهوم، انا بحط هنا كي فريم بالقيمه الانيشال بتاعت اللي هي قبل، اللي هي زي اخر واحده. طبعا كانت اخر واحده قيمتها كام؟ ب 100. فباجي انا هنا بحط كي فريم تانيه، وبقول له حد ثانيه ال 12، وابدا اعمل لي فيد اوت، خلي القيمه بتاعتي بصفر، تبدا الصوره هي بتتحرك. طبعا انا عايزها هنا، عشان طبعا دي برضو كلام جماليه. لو جينا نبص، انت لو جيت تبص هتلاقي الصوره بتتحرك صح، فجاه هتثبت، هتبدا تختفي طبعا تصوير بشويه، فاحنا هنخلي ديت كده بحيث وهي بتتحرك تختفي اختفاء كامل، تمام. طب احنا عايزين نحفظ بقى الجزء ال 12 ثانيه دولت باستخدام الافكات ديت، تمام. هبدا اجي كده بعد طبعا الاهرامات دي، والاهرامات ديت هي بعمل بيها زوم اوت وزوم اوت زوم ان وزوم اوت في التايم لاين بتاعي، تمام. طيب تعالوا نبص كده زي ما حضراتكم شايفين، انا كده بعمل يعني كده وصلت للثواني 7 ثواني، 7 ثواني، 8 ثواني، 9. لو عملت زوم ان كمان هوصل حاجه اسمها الفريمات بتاعتي، ودي مش شغلانه دلوقتي خالص، تمام. لو عملت زوم اوت هيبدا 6 8، يبدا يمشي الاثنينات، بعد كده 5 5 10 15، لحد ما اوصل للزمن الكلي. هبدا اروح الاقي في جانبين هنا، في جانب اصفر هنا، في جانب اصفر هنا، لحد ما الافكت بتاعي يخلص، او الفيديو بتاعي يخلص. مثلا خلص عند الثانيه الكام، انا هخلص الفيديو عند الثانيه الكام، الثانيه 12 بالظبط، خلاص تمام. اروح جاي رايح جايب ماسك الجانب دوت، اول ما السهم يبدا يتحول لي كده اروح جاي سحبه عندي هنا، تمام. طبعا هرجع الزوم اوت شويه واخليه كده بالظبط عشان يكون اكيوريت اكتر، تمام. تعال نبص كده بقى الفيديو بتاعنا، تمام. هبدا احفظ، لو عايز احفظ بقول له فايل، واقول له سيف از، واختار البوزيشن بتاع اللي عايز احفظ فيه، بقول له اوكي، تمام. طب لو عايزين نرندر او نحفظ، طيب ايه الفرق بين الرندر وبين كلمه حفظ؟ طيب ايه هي الاعدادات الديفولت، اللي هي الاعدادات اللي بيسموها الاعدادات العالميه او الستاندردز بتاعتي في الفيديو بتاعتي اللي ما بحفظها، مفيش حاجه بتعترض عليها. واحد يقول لي طب ازاي يعني، مش فاهم. هديك مثال، انا ممكن احفظ الفيديو بتاعي اللي انا اشتغلت بيه دوت بصيغه فلاش فيديو اف ال في، اجي ارفعها مثلا او اجي اقدم بيها في مسابقه، ما تقبلش. ليه؟ لان انت عاملها اولا فلاش فيديو، مش الصيغه الكواليتي اللي هي العاليه. ثانيا ان ممكن يكون الفريم بير سكند مش متوافق مع الصيغه بتاعتك، مش متوافق مع عدد الفريمات في الكومبوزيشن بتاعك. طبعا انا بقول حاجات غريبه، ايه داخل الكومبوزيشن بعدد الفريمات، ايه هي عدد الفريمات اصلا، ايه الكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله انا هوضحه في الفيديو الجاي ان شاء الله. هذا بس كنت بفتح معاكم البرنامج بسهوله، ونبدا نعمل فيه بروجكت بسيط، ان احنا نحرك صوره، وده المطلوب عشان بس نكسر الحاجز اللي ما بيننا وبين البرنامج. الناس كلها تقول البرنامج ده معقد، يعني مش عارف معقد على ايه، تمام. خلاص كسرنا الحاجز، مطلوب ان الناس تطبق دلوقتي، وان شاء الله هنعرف التفاصيل دي اكتر، ازاي احفظ الفيديو واعمل له روندر، وايه الفرق بين الروندر والحفظ في الفيديو الجاي ان شاء الله. طبعا هنقول الكلام ده في الفيديو الجاي في 10 دقائق بالظبط، ونبدا نعمل ابلكيشن، هيكون التطبيق الاول على الدرس ده، هنعمل بقى تطبيق احترافي من الشكل ده، بحيث يكون المنظر بتاعه جميل وحلو، وشيء جميل يعني، شيء مستخدم، شيء بسيط وفي نفس الوقت يكون شيء نظيف كده، وحاجه ليها منظر حلو، تمام. ده كان اول فيديو شرح، شكرا لحضراتكم على المتابعه. اتمنى لو كان في اي ليكم نقد على الفيديو او تعديل، ان انا بتكلم بسرعه او ما بوضحش معلومه معينه او ماشي بريتم سريع، اتمنى ان حضراتكم توضحوا لي دوت عشان ابدا اصلح في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بشكر حضراتكم مره ثانيه، وأسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.